يعني 251 ألف بيت نصف شادر، 251 ألف بيت طارت من الفرحة. ودا نشوفكم شلون عندك بالفترة اللي استلم بها اياد علاوي اللي هي من شهر 6/2004 الى شهر 4/2005 احنا راح من عندنا 12,070 شهيد. بالفترة اللي استلم بها الجعفري اللي هي من شهر 4/2005 الى شهر 5/2006 راح لنا 18,898 شهيد. بالفترة اللي استلم بها المالكي اللي هي من شهر 5/2006 لشهر 9/2014 راح لنا 101,184 شهيد. 101,000. بالفترة اللي استلم بها العبادي الى اليوم راح لنا 30,729 شهيد. اقل شهر انطينا به شهداء كان شهر 12/2010 راح لنا به 218 شهيد. واكثر شهر انطينا به شهداء شهر 6/2014 الشهر اللي دخلت به داعش للموصل انطينا به 4,083 شهيد. 4,083 اذا تتخيلهم راح تشوفهم سرة كلش طويل مال بشر. بهذا الشهر صارت مجزرة سبايكر اللي نسيناها. 1700 واحد نسيناهم، 1700 شهيد ما حاسبنا المسؤول عنها لحد هاي اللحظة. ارقام 1700 4000 101,000 تسمعون هسه ارقام، بس كل واحد من هالأرقام هو أحلام وطموح وأمل ومستقبل وخوف وحب وسعادة وحزن. بل وكانت مجتمع كامل، عائلة وأصدقاء ومعارف وشغل وعركة وصلح وضحكة ودمعة وريوق بالعيد وحنة العرس. هذولا كانوا ويانا وعايشين بنصنا، بيهم المهندس والطيار والجندي والشرطي والخلفة والطبيب وسائق التاكسي وأبو المحل، وراحوا. لما تصفن بهذا الرقم اللي راح من عندنا، احنا ليش بهالقد ضحينا؟ حتى شنو؟ المن؟ العراق ايش كم 250 الف